ماجد روح البيت روح ريح انا بقعد مكانك. ايش قاعد تقول؟ لا مستحيل ارجع البيت الحين. انا ناطر اللحظة اللي يقوم فيها واسمع كلمة سامحتك. تبني ارد البيت؟ لا ماني رد. ايش فيك؟ ايش ناطر احد؟ لا. ايش فيك شو طال تلفونك؟ من صبح قاعد ادق على رونق ما ردت علي. دزيت لها كذا مسج وما ردت. وبيني وبينك بالي شغله عليها شوي. يا اخي روح للبيت. طرت هالفكره على بالي. بس خفت تفهمني غلط بيجيتي. ولا تنسى للحين انا ما ملجت على البنت. لا منك ما افكر بهالطريقه. واروح للبيت. افكارك وايد جريئه ترى. افكاري جريئه. بس افعالي لو افعالي مثل افكاري كان شفت شمس معاي الحين. يرحم والديك. لا طيب طاريها عند ابوك. على العموم انا باخذ نصيحتك واروح لها البيت واطمن عليها. ماشي؟ توكل. آه يا شمس لاني قادر أرضي نفسي ولاني قادر أرضي أبوي. الله يعيني. كل هذا يصير وأنا ما أدري يا سعود. تزوج مرة ثانية وأنا ما أدري. مرتك ندى تدخل مستشفى وتطلع وأنا ما أدري. ليش يا اخوي ليش؟ انا عدوك ما تقول لي ليش؟ ايش تبي اقول لك؟ ايش تبي اقول لك وليد؟ انت بروحك اللي فيك مكفيك، عندك مشاكل اكثر مني، ازيد همك بعد؟ لا هذا مو عذر، هذا مو عذر، لا تعذر بهالحكي هذا. قول ايش فيك بالضبط؟ يا ابو وليد انا ما خفيت اخطائي ولا شيء على قولتك. انا تزوجت، قلت ابي ارتاح. ندى ينهنتني، مو ندى الاوليه، مو مش على اللي تعرفها انت. مشاكلنا زادت، همومنا زادت، قام يأثر على البيت وعلى العيال، فكنت بتزوج برتاح، ما أدري إن المشكلة بتصير مشكلتين. الله الله يا سلام. سعود دكتور سعود الفاهم العاقل يتصرف التصرف علشان زعل مع مرته. ما تقول ليش خليت حق عيالك أنت؟ الحين أنا داق عليك، أبيك تحل مشكلتي، توقف معي، مو توقف ضدي. خلاص غلط ما صار، كأنت خذيت ثنتين، أشوفك مرتاح، ما عندك مشاكل. هم تعذرت فيني. هذا مو عذر، هذا مو عذر يا سعود. انا اول شيء تزوجت قدام الله وخلقه. كل العالم تدري اني تزوجت ساره. وبعدين انت تدري شنو سبب زواجي من ساره؟ علشان ابوها، لانها هي وحيده ابوها، وابوها كان تعبان، وتدري ان ابوها كان يشتغل مع ابوي الله يرحمه. علشان كذي تزوجت ساره. الحين شلون؟ ما خلص الحكي، ابيك تكلم وليد عشان تكلم مشعل. تهديها شويه. أبيها تقتنع. ملينا طقت شبنا. الحين طقت شبك ها؟ الحين كلمولي وحاجوها والله يخليكوا الحين ها؟ على العموم أنا بكلم أم وليد عشان تكلمها واللي الله كاتبه بيصير يصير. المطلوب إنه يطلقني. وي 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 من صدجك يا نيتي أنت يا نيتي. يعني أطلقك هذا هو الحل؟ خلاص؟ أقول تعوذي من إبليس. ليش ما حسب حساب حق العشرة اللي بيننا؟ ليش ما حط لها قدر؟ ليش سوى فيني كذي؟ أنا سويت له. خلينا فهمت. اهدي قعدي. يعني الحين برايج الطلاق هو الحل. هذا سعود تزوج والزواج أمر واقع. يعني إذا تطلقتي أو رحتي عند أهلك شنو اللي راح تستفيدينه؟ بالعكس أنت كذي سويتي فضل حق المرة الجاية. بتدخل البيت وأنتي مو موجودة. وناسة وكعكعة وضحك ولا حد يدري عنها ودارج. وتقعدين أنت في بيت أهلك تاكلين بنفسك. وتكونين خسرتي الأولي والتالي. خسرتي البيت والعيال والريال. يا حبيبتي سأليني أنا يوم تزوج علي أحمد بكيت، عصبت، كسرت الدنيا،
سهرت وما نمت الليل، قلت خلص بترك للبيت، اي بترك للبيت وبمشي. بس عقب قعدت مع نفسي وفكرت، وعيالي، عيالي شنو ما صيرهم، شنو ما صيرهم مع مرت الأبو، بتدش وتبهذلون وهو ولا هامة ولا هي راح يهمها، أنا اللي راح أخسر. لا والله قعدت بيني وبينك، على قولت إخواننا المصريين عندهم مثل وايد حلو يقولون، القديمة تحلى لو كانت وحلى. صدق هالمثل، قولي لي شلون. عقب ما تزوج، عقب 5 شهور صار ياخذ الشور مني، صار يقول لي كل صغيرة وكبيرة. رديت أنا رأية البيت، أصلاً السويرة ما تطلع ما تروح ما ترد إلا تقول لي أنا وتشاورني. صدقيني الريال ما يهمه، على باله حرمته تكبر وهو يصغر، مو هامه، يعطيها نهاية الخدمة يروح يتزوج عليها. خليك في بيتك لأنك أنت اللي راح تخسرين. أنا قلت عوذي من إبليس. أنا ما أبي شيء، أنا كل اللي أبي إنه يطلقني. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سمعي ندم، أنا ما راح أقول لها الكلام، أنا بقول لها يتركك 2 3 يوم لين تهدى أعصابك وتعرفين تفكرين صح، عشان ما تتسرعين بأي قرار تاخذينه. زين؟ اهدي بعد عمري. أنا بروح. مهمتك انتهت يا فاضل، ولازم تطلع من حياتي.
صبحك الله بالنور والعافية. ترى قمت أخاف منها ومن تصرفاتها. ترى الكل يحس نفس إحساسك، بس ترى لما تقعدين معاها وتعاشرينها تأخذين فكرة ثانية. ترى هي وايد طيبة وقلبها كبير. ما أدري أحسها غريبة. الحمد لله على سلامة الوالد يا ماجد. الله يسلمك دكتور. بس ابوي تعال عايزك لو سمحت. الوالد تعرض لجلطة عدت لشلل نصر وأثرت على القدرة في الكلام، بس احنا متفائلين خير ان شاء الله. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ألف سلام. أنا بعد إذنك الله خير. خير يا أغلى. صباح النور يا أكبر كذاب بالعالم. إيش حق رد مبكر من الجامعة؟ معاك يمه، كان عندي امتحان خلصته ورديت. والله أنا ما أدري عن اختباراتك وجامعتك، وأنا أصلاً ما أشوفك تذاكر. لا يمه، إن شاء الله الكورس هذا أنا ناوي أنجح، النجاح لعبتي. لعبتك. هي النية موجودة من يوم ما دشيت الجامعة. والحين كملت الأربع سنوات وللحين بالمستوى الثاني، يعني النية موجودة، بس شنو يبي لها؟ يبي لها الفعل. لا يما صدقيني الكورس هذا راح أنجح بتشوفين. يلا بشوف. زين أقول لك، ترى شريت لوحة وشي علقتها بداري. يعني أنا أول مرة أعرف أنك أنت مهتم باللوحات. مو تدريني ما يعني أنا لما أكون أدرس ما عندي شيء أسوي، فقعد أطالع الطوفة، قلت أحط لوحة أحسن. زين سويت. يلا امشي خلينا نشوف. مالي خلق شايع واللي يسمك عاد. شوف اللون. ايش عندك؟ شلونك يا يمه؟ ايش اخبارك؟ الله يسلمك يا بعد قلبي، لحدي مشتاق لك. انا اكثر يا بعد عمي. خوش مقلب هاي يمه؟ احلى مقلب بحياتي. هديت قلبك يا زين الله يبشرك بالخير. لا بالله خوش بشاره، متى وصل؟ والله يا اخوي بعد ما شفته، بس ان شاء الله جيته هذه تخفف على الندى شويه ويكون سبب الصلح بيني وبينها. عيل تدري شلون؟ غداكم عندي اليوم. لا لا ولي عافيك، انا اليوم عندي ارتباطات وماني قادر، والعصر بروح المستشفى بزور ابو ماجد. عسى ما شر، ايش فيه؟ ما
مسكين قص عليه واحد واخذ فلوسه ودخلهم بالبورصه وخسر كل فلوسه. لا حول ولا قوه الا بالله. والمسكين ما تحمل خبر، حاشته جلطه، والجلطه هذه سببت له شلل نصفي. بس اليوم يقولون الحمد لله احسن شويه، عشان كذي بروح ازوره. تدري شلون يبال؟ مرنا اليوم نروح نزوره. ولو ان ما يانا بعزل والده، بس يلا كل واحد الواحد يسوي باصله. خير خير. يلا. فما الكريم، مع السلامة، مع السلامة. وعليكم السلام. خالتي موجودة؟ اي موجودة. وليد؟ موجود. زين قولي لهم مش علي ينطركم تحت. ان شاء الله. ماري ماري تعالي. شي مستعيلة؟ ابي رند ماما. ليش ايش فيها؟ مش قال طه هذه بماما فاطمة مع وليد. مش قال تحت؟ اي طه. يلا يلا اوكي انتي روحي. اوكي. يا ريتني اقدر اعتذر منك يا مشعل. خالتي. هلا حبيبي، حياك، تفضل. الله يحييك. شلونك؟ طول بعمرك، انت شلونك؟ بعد عمري. والله يما السموحة انا اسفه، ما لي حين اطلب وجهك عقب اللي صار، بس تدري يعني الموقف كان صعب. انا دشيت الدار وعصبت، بس تدري انا مون عليك، انا حسبة امك. وانا على فكره بغيت اعتذر منك، عرفت انك مسافر. ايش دعوه خالتي؟ انت بحسبة الوالده. لو أنا زعلان ولا شايل بخاطري كان ما جيت. يا بعد عمري هذا العشم فيك، بديت قلبك الشارب. يا هلا يا هلا. شلون وليد؟ شو الأخبار حبيبي؟ استريح استريح. شلونك؟ استريح. طول بعمرك. صدق إنك أبرك من أخوك، ليش ما جاي معاك؟ الصراحة أنا طلبت إنه ما يجي. الموضوع اللي صار أنا لا أمي ولا أبوي يدري عنه. حتى شايع انا خفت يجي وتفتحون قدام الموضوع ورد المواضيع القديمه فما له داعي. عفي عليك عفي عليك والله. صدق انك ريال من ظهر ريال. عسى ربي ما يخلينا منك ان شاء الله. ابراهيم تعال بيك ضروري. حياك. سم طال عمرك. سم الله يدوك. عندك شغله الحين؟ لا ابد. تفضل. فاضي؟ فاضي تفضل. بروح مشوار انا وياك ضروري. حاضر ولا يهمك. روح. يلا. يلا. مشعل. مشعل شلونك؟ الحمد لله على السلامة. تدري كنت ناطرتك من زمان؟ ايش تبين انت؟ بتسوي لي مصيبة ثانية؟ مو كافي المصيبة الأولى اللي سويت لي إياها؟ يلا 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 أنا مستعجل، يلا روح. أي ما راح أروح إلا لما تسمعني. بس أبي أقول لك كلمتين تكفى. سمعني زين. أنا ذيك المرة سكت مو عشانك، عشان أهلك. قسم بالله عبيتيها مرة ثانية. لا تشبيتك ما فضحت عند أمك وأبوك. وأنا ما يهمني. تبي تروح تقول لهم روح. مو بس تقول لهم، قول حق العالم كله ما يهمني أحد. تدري ليش؟ لأني أنا واثقة من نفسي وأدري اللي سويته مو غلط. مو
انت ايش تبين فيني بالضبط؟ انا احبك وراس امي وابوي احبك، ماني قادره اشيلك من بالي ولا لحظه واحده. انت ليش اناني؟ ليش ما تفكر فيني؟ ليش تفكر بس بنفسك؟ تدري شنو صار لما سافرت؟ قعدت مع امي وفهمتها كل اللي صار، قلت لها ان كل شيء كان سوء تفاهم. شنو تبيني احلف لك انه ما كان قصدي؟ مشعل ترى انا زينه، مو مثل تفكيرك فيني. انا تفكيري عاقل مو طايش. شوف تليفونك، شوف كم مرة أنا دزيت لك مسج وأنت حاقرني ما تدري عني. لمتى؟ لمتى بصبر؟ لمتى بنطرك؟ ترى أنا وايد تعبت. ليش تسوي فيني كذي؟ كل هذا عشان أنا أحبك؟ تفضل. هلا هلا يبا. فيك على السلامة. الله يسلمك. ها يا مبكر يبا، والله استغليت الفرصة، شفت في إجازة قلت خليني أجي. اي زين تسوي، بس تبي الصج عاد، ما توقعت تقابلني كذي، قلت مثل اخوك الردي هذا لسانه شطول علي. عفا عليك يبا، تقابلني انا بشاية شاية للحين ياهل. كفو كفو، هذا العشان فيك يا ولدي. شوف يا مشعلون، اللي صار هذا كله غصبا علي، يعني شلون صار ماني عارف. وانا ادري انك انت عزيز وغالي على امك، وامك ما ترد لك طلب. ابيك تكلمها تقول لها خلاص عاد، يعني مشاكل ونجراها كل يوم، ولا يبا ابوي يعزك، ابوي يحبك يحترمك. عفا عليك يبا، توقع طفني هالسالفه، كلمت امي انا، بس انت تدري امي راسها يابس. يبا تكفى تكفى يبا، نبي نرد بس قبل واحسن، الموضوع كله بايدك، نبي حل سريع. والله ما ادري ايش اقول لك يا ولدي، ما ادري شنو الحل. اخاف اتخذ قرار يا اظلم امك يا اظلم دلع. انا تعبان يا ولدي، المساله مو سهله مثل ما تعرف. انا بين نارين، ماني قادر افكر
ماني عارف شو الحل. يبا انا مقدر وضعك وايد وادري ان انت محتار، بس شو تسوي يبا؟ تكفى احنا تعبنا. نبيكم تردون. يبا الله يخليك، الله يخليك يبا. انت بيدك الحل. الله كريم. اللي الله كاتبه بيصير ان شاء الله. الله يعطيك العافيه. يلا خلص تعال يلا. طال عمرك احنا ودنا نسالك عن رجال مخايب عنه من زمان مبطي، ودنا نشدك عنه. منو هذا اللي تسالون عنه؟ ينقال صقر حمود بن ماجد. ها؟ قلتوا منين تعرفون بن ماجد؟ طال عمرك هذا صديق الوالد وما شفناه من زمان، ودنا نسال عنه. ايش تبون فيه؟ سالفه خاصه. اقرطوا حياكم الله، مالكم الا طيبه الخاطر. اقرطوا حياكم الله. الله يا هلا، وصلتوا وصلتوا عجل الخير. اقرطوا. معقولة مع عمي سعود يسوي كذي؟ إيه معقولة، ليش لا؟ أقول لك لو تشوفين دشيت عليه لقيتها منهارة وعليها تكسر الخاطر، تبكي دموع 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 أربع أربع. قلت له يا ندى تعوذي من إبليس، أنتي راعية البيت، أنتي أم العيال، خلص اعتبريها غلطة وصارت. تقول لي أبد يا فاطمة، ما بقعد دقيقة واحدة في هالبيت، ما بقعد معه لا يوم ولا ساعة ولا دقيقة، لازم يطلقني. عيست منها بصراحة، مليت، خذيت جنطتي وطلعت. وما لومها، لا والله حشا ما لومها. اي والله ما تلومها، يعني يتزوج عليها بالسر بهالطريقة صعبة. توقعيني ما بعد على قصة حب؟ اكيد اكيد قصة حب، ولا الريال ما يتزوج على حرمته الا اذا حب وحده. اكيد سارة. أنت تقولين كذي بس يما أبوي تزوج بعد عليك، يعني تهجين يحب سويرة بعد؟ شوفي أقول لك، صجو بسويرة حسبي الله عليه، هي على لا يتوفق إن شاء الله، هو اللي أقنع أبوك يزوج بنته. على قولة أبوك، ما أعرف شنو حجته ولا العذر اللي عطاه حق نفسه، بس اللي أنا متأكدة منه أبوك أكيد يحبها لسويرة، ولا ما دخلها البيت عندنا أو يابها هني أو عطاها نفس الحقوق اللي عطاها لي. تلاقيني أبوك يروح يقول لها أنا أحبك، أنت عين السيح ولي عندي. يقول لي يا فطوم أنت أم العيال، أنت الحب الأولي، أنت اللي وقفتي معاي. الريال اللي كبر دبر، على بال المرة تكبر وهو يصغر، أول شيء يسويه يروح يتزوج عليها. حسبي الله عليهم، يجعلهم ينقرضون مثل الديناصورات ونفتك. أي والله صدق ريايل ما منهم أمان، شوفت عينك حالتي أنا. حسبي الله عليك يا فيصل، هذا بعد طلقتش أنتي وقطتش بالشارع أنتي وبنتك، الحمد لله أن أنا وبوش موجودين. حسبي الله علي أنك لا توفق يا فيصل. ويما أنا آسف، الله يغرب الإبليسي، أنا ما أدري ليش مو راضي يوز من هالسوالف. ما عليه ما عليه، خلينا نغير السوالف. إيش رأيك نحش في سويرة؟ يعني يا ريايل يا سويرة يما. وأنا إيش عندي غير يا حش في الريايل يا حش في سويرة.
جبروت وين صوتك اللي كان يلالع بالمكان وكان الكل يخاف منك؟ وين القوة؟ وين الجبروت؟ يمكن تكون نسيتني، ما تعرفني، لكن أنا ما نسيتك. تدري ليش؟ لأن المظلوم عمره ما ينسى المظلومة. وانت مو ظلمتني وبس، انت دفنتني وانا حية، دفنتني. انا ماني زعلانة عليك، انا زعلانة اني كنت للحين عايش، لكن ما راح اخليك، ما راح اخليك يا ابو ماجد، ما اخليك لين اشوفك مكوت قدامي. وبقول لك كلمة، كلمة صغيرة قبل لا امشي. انت تعرف منو انا؟ انا شمس. ولد والتاني وياك كان انت شلون بالله؟ مجاب لك 24 ساعه؟ ما في بعد تروحين الا هني؟ يلا قومي 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 ليش تغطين يلا؟ اي والله يلا مجاب لفتي. يا رب وين اروح؟ يا رب وين اروح؟ نعم خير انا بعد ما عندي شغل. يا انت يا بنتك ما عندي شغل. انا الدكان بصكه بفتيك يمكن اهد الفريج كله بعد. خير ابوي واللي يعافيك واللي يسلمك، ما خليت مكان ما دورتي. اي خير اي خير اي خير، انت ليش شوف بنتك وشوف بيج وشوف الخير؟ اي خير ايش فيك علي؟ يا دوم دوم عندك هني قاعده، ايش فيك؟ عزم عشر دورت عليها الفرجان ما لقيت بنتك. وانا شو اسوي ابوي؟ انا شكو فيها انا، ايش علي منها انا؟ لا كانت هني وراحت وليت فريج ثاني. وين راح؟ بيت ثاني يمكن قاعد تلعب مع البنات حيلة. ايش دراني انا؟ ما خليت بيت ما دورته، ما خليت فريج ما دورته، حرام عليك. وين بنتك واللي واللي سلمك وشافني؟ ايش دراني؟ ايش اسوي لك انا؟ ايش اسوي لك؟ اروح ادورها يعني؟ يما شاشت يا امي. يلا 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 روحي روحي دوري يا مكان ثاني. يلا يلا خلصينا. يلا شاشت يا امي. وين راتي؟ وين راتي عني؟ خلصينا يلا عاد يلا خلصينا يلا. والله عاد اش اليوم نزيدها ما قيرك بمسه. اي والله شوفي يما شوف حالاتهم. انا لبست الطبجه عدل ولا لا؟ وهذه الطبجه الثانيه خلنا نلبسها. ايش حالاتها؟ تبارك الرحمن لا اله الا الله. يا يما شلون هذه الطبجه ما هي داشه؟ يلا شو انت ايش يا طبجه يما؟ ما ادش يا يا إله إلا الله. ما شاء الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن. شفت إيش حالاتها؟ هذول تراجي يدتك. أنا ما فيني ألبسهم كبرت الحين، صاروا دول حقك. ها إيش رأيك؟ حلو؟ ما شاء الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله تبارك الرحمن. بسم الله عليك بنيتي الشمس اللي دفنت حية. ايدك ما تقدر تطفي الشمس لانها بتحرقها وتحرق كل اللي حواليها.